وللمزيد من المتابعة للمشهد مشاهدينا الكرام ينضم إلينا مباشرة من محافظة النجف العراقية العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي، تحية لك. أهلا وسهلا بكم. يعني اضطرابات مختلفة وازدداد أو زيادة في الرقعة العسكرية والضربات ما بين حزب الله وإسرائيل طالت حتى قادة لحزب الله في الجنوب، وهذا ما يعني اعتبرته هذه المؤسسة التي تتسم بالعسكرية والضربات في الداخل الإسرائيلي في الكثير من المواقف، وأنها تستهدف بالفعل بعض الخسائر ولكن دون البشرية حتى الآن. كيف ترى ما وصلت إليه هذه الاشتباكات العسكرية وما وصلت إليه أيضا من يعني حدة ربما قد يعني تصل بنا إلى مشكلة إقليمية وزيادة لرقعة الحرب هناك؟ يعني أولا يجب أن نفصل ما بين الرد حزب الله أي المقاومة الإسلامية في لبنان من الرد على الاعتداء الذي حصل في الضاحية الجنوبية والذي أدت إلى استشهاد السيد محسن وتدمير أحد المباني على رؤوس المدنيين، وما بين اليوم زيادة وتطويرة العمليات التي تحصل في الجنوب اللبناني على الحدود الفلسطينية المحتلة. يعني هذه الزيادة وتطويرة العمليات هي نتيجة زيادة وتطويرة العمليات من قبل الطرفين، أي إدخال بعض المنظومات العسكرية من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي كالعبث في مناطق والاعتداء على المناطق الجنوبية من خلال الاستهداف بالمدفعية، اليوم المدفعية الثقيلة التي كانت لم تحصل سابقا على حافة المناطق السكنية، أدت إلى أن يستخدم حزب الله اليوم بعض المسيرات يعني كثافة من عدد المسيرات بعملية زيادة الوتيرة للضغط على الإسرائيلي كي لا يقوم بمنطق الردع، يعني كي لا يقوم بالتمادي أكثر في استهداف المدنيين، وخصوصا أن الإسرائيلي قد ارتكب مجزرة بالأمس أول من أمس بمنطقة صناعية كان يسكنها يعني عائلات نازحة سورية من سوريا، وقد أدت إلى استشهاد 10 منهم. هذا يعني أن الإسرائيلي يقوم باستفزاز أكثر للشارع اللبناني وخصوصا للمقاومة الإسلامية في لبنان، لذلك يعني تعمدت اليوم المقاومة الإسلامية أن تقوم مش اليوم وأمس أن تقوم بتكثيف عملياتها من خلال الطيران المسير المفخخ الذي ينزل على أهداف عسكرية حساسة، وهذه العمليات هي مؤثرة جدا في العمق الإسرائيلي، كما أنها قامت باستهداف بعض المستعمرات الإسرائيلية، هذه المستعمرات التي بنيت على الأراضي الفلسطينية المحتلة استهدفت يعني بعض المستعمرات من يعني لأول مرة، يعني مما أنها زادت مناطق النزوح الإسرائيلي المستوطنين قد نزح كميات عشرات الآلاف حتى الآن بالفعل تم يعني أو قاموا بالنزوح من هذه المستوطنات الإسرائيلية، وهو يعني ربما هو الخسائر الحالية. برأيك أي خسائر أخرى قد أحدثتها حزب الله هناك في إسرائيل يعني ربما على صعيد حتى البشري؟ يعني أهم خسارة بشرية للجانب الإسرائيلي اليوم هي أن الحرب النفسية التي يقوم بها حزب الله اليوم هي حرب نفسية ناجحة جدا، قد أدت ثمارها بكل قوة وبكل يعني احترافية من قبل الأعلام في حزب الله ومن قبل قيادة حزب الله، خصوصا بعد استخدام هذا المشهد المصور عن الصواريخ الثقيلة المتوسطة المدى التي القادرة على يعني تكبيد خسائر كبيرة في الصفوف في جبهة إسرائيل الكيان المحتل.
بالإضافة إلى بعض المسيرات التي سيادة تطلق العميد ولا نضال اسمح لي. هذه الخسارة، أريد أن أنوه المسألة قبل سؤالك الآخر، هي تحاكي اليوم تحاكي العقل الجمعي الإسرائيلي، العقل الجمعي الإسرائيلي أن يعني أنه مستهدف بشكل دائم وهو غير مستقر في بلاده، وهذه سيتم الاعتراف ضمنيا من قبل الإسرائيليين أنهم هم هذه ليست بلادهم ولن يقدروا على العيش فيها، وهذه خسارة كبيرة جدا للكيان الإسرائيلي، كون الإسرائيلي يعني هذه المسألة تضرب بنية قيام الدولة الإسرائيلية في فلسطين المحتلة. نعم. بعثت لبنان في مجلس الأمن تقدمت بشكوى هناك حول اختراق الجيش الاحتلال الإسرائيلي لحاجز الصوت هناك، وهذا يعد انتهاكا صارخا لسيادة لبنان. ما صدى هذه الشكوى داخل مجلس الأمن برأيك؟ يعني إذا برأيي الشخصي ولا يعبر رأيي عن السياسيين اللبنانيين، طبعا هم يعتقدون ما لا أعتقد، يعتقدون أن هذه الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع الدولي هي قائمة وكبيرة ومهمة، وأنا لا أعتقد ذلك. يعني عندما تكون محكمة العدل الدولية ومحكمة والجنائية الدولية وكل هذه المؤسسات المجتمع الدولي ذات الأهمية القصوى التي هي يجب أن تحفظ السلم العالمي غير قادرة على إدانة إسرائيل اليوم ووقف الحرب، يعني وقف الإبادة الجماعية التي يعترف بها كل سكان الأرض، هناك بعض قضاة في هذه المحاكم غير قادرة على اتخاذ قرار إدانة أو وقف الحرب في غزة، وخصوصا أن كافة المشهديات التي تحصل اليوم في غزة هي جرائم حرب منوه عنها في القانون الدولي. فكيف يعني لبعض السياسيين اللبنانيين أن يقوموا بشكوى في مجلس الأمن من أجل أن إسرائيل تخرق جدار الصوت؟ الجدار الصوت يجب أن يقف من خلال يعني استحضار منظومات صواريخ مضادة للطائرات قادرة على إسقاط الطائرات الـ16 والـ15 من قبل الدولة اللبنانية. الأمريكي لن يزود الجيش اللبناني بأي من هذه القدرات. الجيش اللبناني اليوم، وأنا يعني أفتخر أنني كنت في هذه المؤسسة العظيمة، ولكن يعني عندما ترتبط هذه المؤسسة بس فقط مع الجانب الأمريكي لن تحصل على أي سلاح قادر على تهديد الأمن الإسرائيلي أو قادر على الدفاع مقابل الاعتداءات الإسرائيلية. وما شاهدناه في السابق كان مثالا صارخا عندما أوقفوا المساعدات الأمريكية عن الجيش اللبناني بسبب استخدام رصاصة 556 الخاصة بالسلاح الـ M16 على جنود إسرائيليين كانوا يقومون بالاعتداء على الأراضي اللبنانية وانتهاك السيادة اللبنانية في منطقة تعديسي. يعني أنا أعتقد أن لا جدوى من هذه الشكوى، وكذلك أن الشعب اللبناني لا يهتم لهذه الأخبار أصلا. يعني لا يهمه خبر أن الدولة اللبنانية قامت بشكوى في مجلس الأمن، وأصلا نعم خاصة هذه في وجود سياسة يعني الكيل بمكيالين في كل هذه الأحداث. طبعا مؤكد أن يعني أصبحت كافة مؤسسات المجتمع الدولي اليوم هي أدوات رخيصة في أيدي الأمريكي، هو يستخدمها لتأكيد وتثبيت الهيمنة الأمريكية على العالم، ليس فقط من خلال مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، وليس فقط من المؤسسات القانونية القانون الدولي، وليس فقط، ولكن هناك أيضا مؤسسات أخرى يعني كالبنك الدولي والصندوق النقد الدولي، حتى في تحديد قيمة العالم من الناحية المادية هم يتصرفون، حتى بموضوع التحويلات المالية وغيرها هم يتصرفون على أساس أن هذا العالم بأكمله هو قرية في يدهم يتحكمون بها كيف يشاءون.
يجب على العالم أن ينتفض. يعني هذه المسألة لم تعد، يعني الشعب المصري اليوم يعاني من هذه المسألة. الشعب المصري اليوم على الاختناق الاقتصادي هو بسبب بعض سياسات البنك الدولي، وأنت تعرفين ذلك، والشعب المصري أصلا يعرف ذلك. عندما نعتمد فقط على المساعدات الأمريكية، ما هي المساعدات الأمريكية؟ نحن أبناء شعوب المنطقة العربية قادرين على إنتاج قدرات اقتصادية أفخم بكثير من المساعدات الخاصة بالبنك الدولي وغيره. أنا اليوم أتكلم معك من العراق الشقيق، وهذا البلد أنا يعنيني كثيرا كما تعنيني مصر. يعني أقلها أن يكون هناك استقلالية، بعض الاستقلالية المالية لدى أكبر، يعني أهم بلد عربي منتج للنفط من ناحية الاقتصاد. اليوم العراق هو يأخذ مصروفه من الولايات المتحدة الأمريكية. كافة الأموال النفط العراقي تدخل في البنك الفيدرالي الأمريكي، ويأخذ العراقي هو بعض المصاريف الخاصة ببعض المشروعات التي لا تؤمن الشعب العراقي. اليوم حتى في العراق اليوم الكهرباء 12 ساعة من أصل 24 ساعة، اليوم الكهرباء في لبنان صفر، اليوم الكهرباء في مصر تنقطع. يعني لازلنا نعتمد على هذه السياسات. وطالما زيادة العميد نضال تحدثت عن الجانب الاقتصادي، كيف ترى تأثير الاشتباكات العسكرية ما بين حزب الله وإسرائيل، وبالفعل ما يتم من ضربات مختلفة كل يوم في أماكن جديدة، كيف ترى تأثير ذلك اقتصاديا على لبنان وهو مثقل أيضا بالعديد من المشكلات لسنوات عديدة؟ نعم، يعني بدأت المشكلة الأزمة الاقتصادية في لبنان أصلا منذ 2019. هذه الأزمة كانت مختلقة مفتعلة من قبل أمريكا وحلفائها في لبنان. يعني عندما سحبوا الأموال المودعين وأخرجوها إلى البنوك السويسرية وغيرها، والتقارير واضحة في هذا المجال هذا السياق، يعني وسرقوا بعض أموال المودعين الذين هم من جزء كبير من طائفة معينة في لبنان، والجزء الآخر هي أموال للسوريين المستثمرين السوريين والتي تفوق 40 مليار. يعني هذه السرقة المتعمدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأموال الناس هي من أثقلت العاهل، يعني أثقلت الاقتصاد اللبناني ودمرت الاقتصاد اللبناني. المقاومة اليوم هي تحافظ على الاقتصاد اللبناني، أولا من خلال رواتب العسكريين في المقاومة الإسلامية. هي ليست من لبنان، هي تأتي بالدولار بالعملة الصعبة إلى لبنان، عبر ليست أكيد عبر التحويلات المالية من الولايات المتحدة الأمريكية، تأتي بطريقة مختلفة ولا يعرف أحد كيف تأتي. المهم أنها ترفد الاقتصاد اللبناني بكمية كبيرة من العملات الصعبة. واليوم لا نرى في مناطق حزب الله أو مناطق التي يعيش بها حزب الله والبيئة الحاضنة أموال غير الدولار الأمريكي. يعني حل جزء من حل المشكلة الاقتصادية، حتى عندما كان يتصاعد الدولار مقابل العملة اللبنانية في أول الشهر عند الرواتب، رواتب حزب الله لم يكن هناك تصاعد في العملات وانهيارها، لأنها كانت ترفض الاقتصاد اللبناني بكميات كبيرة من العملات الصعبة. هذا واحد. أما اليوم الاقتصاد اللبناني هو أصلا منهك، يعني ليست المعارك والحرب هي التي تنهك الاقتصاد اللبناني. هناك تقارير كثيرة عن أن الفنادق هي فارغة وكذا، وأنا أقول لك، وأنا بالأمس كنت في، من أول من أمس كنت في بيروت، ولا يوجد أي فندق من فنادق بيروت أصلا خالي. الجالية العراقية بكميات كبيرة هي في الفنادق اللبنانية، وهي يعني مكملة لكافة، يعني لا يوجد هناك حجوزات اصلا في الجبهة. واتمنى عليك ان تحجزي اليوم اي فندق في بيروت، انت اليوم على الهواء، اتمنى عليك ان تحجزي. اذا هذا مؤشر ايجابي. نعم
نعم صحيح، هناك أكاذيب كثيرة تصاق تحاك وتصاق وهي مقصودة أن الاقتصاد اللبناني سينهار بسبب أعمال العسكرية الذي يقوم بها حزب الله. نعم سيادة العميد يفضل، وهذا بطبيعة الحال مقصود لهدف معين، ولكن أنا أود أن يعني أستفيد من خبرة حضرتك السياسية والعسكرية أيضا فيما يخص الآن يعني الخطوات التي تقوم بها حزب الله أو يقوم بها حزب الله كرد على الضربات الإسرائيلية. هل لدى حزب الله من وجهة نظرك يعني أمور مخططة وخطوات تعرف مداها جيدا، أم أن هي تكتفي فقط بالرد على أو كرد فعل لما يحدث؟ يعني أنا سأجيبك وبطريقة ليست فقط للحماس، يعني أنا لا أريد أن أقول أشياء تحمس الشارع العربي وتقول أن حزب الله هو فقط محلل المشهد. ما أشاهده اليوم، وأنا ابن منطقة الجنوب التي هي على بعد يعني بيتي منزلي اليوم وعائلتي تعيش على مسافة تبعد عن الحدود اللبنانية عن الحدود الفلسطينية المحتلة 5 كيلومتر. هناك فاصل آخر يعني أحيانا أكون بمسافة 2.5 كيلومتر. يعني ما أشاهده من تجهيزات للمقاومة الإسلامية في لبنان هي اليوم من أفضل الجيوش العربية، أولا من طاقة من القدرات الصاروخية التي يستخدمها، هي قدرات عالية جدا، سلاح المسيرات، هي لا يوجد أحد في الدول العربية اليوم لديه هذه الكميات من المسيرات المفخخة والتي تتفجر في أهدافها، والتي أصلا كذلك تحمل أسلحة، يعني تحمل صواريخ، يعني تضرب صاروخين 55 مليمتر وتنفجر كما كذلك في هدف، يعني المسيرة ممكن أن تعالج 3 أهداف في نفس الوقت. هذه من ناحية. الناحية الثانية كنت قد أشرت إلى سلاح الصواريخ. من ناحية القوات البرية، القوات البرية اليوم يعني جزء منها يتفوق على الجانب الإسرائيلي وجزء منها لا، الجانب الإسرائيلي يتفوق على حزب الله. نعم الجيش القوى العسكرية لدى حزب الله هي كفيلة بالرد الاعتداءات، وليس فقط رد الاعتداءات، يعني قادرة على الدخول مسافات معينة في فلسطين المحتلة، ولكن التعقيدات السياسية والتعقيدات الإقليمية والتعقيدات الدولية تمنع حزب الله من هذه المسألة اليوم كي لا يكون ردة الفعل الدولية. يعني اليوم المشهد العالمي هو متآلف، خصوصا الشعوب العالمية هي متحالفة متضامنة عاطفيا مع الشعب الفلسطيني. عندما نقوم اليوم بمهاجمة بعض الأراضي في فلسطين المحتلة، وهي أصلا هذه المناطق هي مناطق عربية وليست إسرائيلية ولا نعترف بوجود هذه الدولة أصلا، سيكون المشهد العالمي مختلف، يعني من حيث التضامن ومسألة التعاطف مع الشعوب العربية أو الشعب الفلسطيني. المسألة اليوم يعني إذا لم يكن حزب الله قادر على الدخول إلى كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحرير فلسطين من البحر إلى النهر، فهذه ستكون اليوم معركة عبثية. لذلك اليوم هي يعني ما أعلن عنه حزب الله في هذه العمليات هي عمليات تثبيت القوى، يعني مساندة غزة، مساندة الشعب الفلسطيني، ويقوم بتثبيت ثلث القوى الإسرائيلية في الشمال. ثلث القوات الإسرائيلية اليوم، ثلث القوات وزيادة، يعني إذا أردت أن أعدد لك ما هي الوحدات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية اليوم، هي 4 فرق وبالإضافة إلى ضعف الألوية المتواجدة كانت في القيادة المركزية أتوا بها إلى الشمال. هذا التثبيت لهذه القوى منذ 10 أشهر ونيف إلى اليوم هي كانت كفيلة بعدم قدرة الجيش الإسرائيلي على حسم المعركة في غزة، خصوصا في القوات البرية، يعني أضعفت القوات البرية. بالإضافة إلى ذلك أنها أنهكت هذه القوى، القوات البرية اليوم الإسرائيلية، القوات المناورة تحديدا، المدرعات الإسرائيلية وقوات المشاة التي هي التي تدخل إلى المناطق لاحتلالها أو القتال فيها،
اليوم هي منهكة، لديها نقص كبير بالعتاد، لديها نقص كبير في في التجهيزات والطاقة البشرية. الدبابات اليوم الإسرائيلية هي لدى حزب الله تفوق كبير على الدبابات الإسرائيلية من خلال استخدام الصواريخ المضادة للدروع، إن كانت الروسية أم الإيرانية، فهي اليوم قادرة على تحطيم جبهة الجنوب إذا استخدم الإسرائيلي عمليات هجومية باتجاه جنوب لبنان. نعم، شكرا جزيلا لك على هذا الشرح والتحليل للمشهد هناك من العراق. كنت معنا مباشرة العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لك.